السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله يومكم بكل خير. معكم أخوكم محمد بخاري من شركة بروج العقارية. بإذن الله تعالى في هذا الفيديو راح نحاول نعرض أرضين مناسبة للاستثمار ومناسبة للسكن بإذن الله تعالى في منطقة أكشابات. خلوكم معنا وشوفوا الفيديو الأخير. العرض رقم واحد. الآن احنا متواجدين عند الأرض الأولى كما سميناها العرض رقم واحد. طبعا العرض رقم واحد هي عبارة عن أرض مساحتها 666 متر مربع في منطقة ينمى هلا التابعة لأكشابات، يبعد عن ساحل البحر 900 متر فقط، والأرض ما شاء الله تبارك الله سايرة كورنر جاية على زاوية، فبالتالي في شارع على يمينها 7 أمتار وراح يكون في شارع على يعني أمامها مباشرة راح تكون شارع رئيسي 12 متر، فبالتالي الإطلالة بإذن الله تعالى مضمونة. الإطلالة فيها جميلة جدا على الطبيعة والبحر. مساحة الأرض 666 متر مربع، عندنا نوع الإعمار فيها 25% من مسطح من مساحة الأرض الإجمالية، تطلع تقريبا 166 متر مربع، هذا مسطح البنيان على ارتفاع 4 أدوار، فبالتالي 166 نضربها في 4، نقدر نبني بناية صغيرة تكون فيها شقق مثلا في كل طابق شقة أو شقتين، أو نقدر نعملها نظام فلل. المنطقة هاي أغلبها ما شاء الله تبارك الله فيها فلل عبارة عن دورين أو 3 أدوار، إحنا عندنا الحد المسموح 4 أدوار. عندنا ميلان الأرض بسيط جدا تقريبا 20%، وهذه تعطي ميزة للأرض بحيث أنه تكون يعني إطلالتها كاملة على البحر، وأنه الأراضي اللي تحتنا اللي هي بعد الشارع اللي عرضها 12 متر ما راح تحجب علينا لأنه المنطقة نفسها مائلة، فبالتالي قطعة جميلة جدا مساحتها 666 متر مربع في منطقة ينمى هلا أكشابات. مرحبا، احنا متواجدين الان عند العرض رقم 2. طبعا العرض رقم 2 ايضا عبارة عن ارض جميلة مساحتها 2725 متر مربع. طبعا نوع الارض هذه سكنية زراعية او نقول زراعية سكنية، طبعا هي الان مزروعة بالكامل باشجار البندق، يعني الواحد يقدر يستثمر البندق اللي فيها او يحولها يعني يبدأ يبني فيها لانه الارض زراعية سكنية. طبعا المساحة مثل ما ذكرت لكم 2725 متر، واجهتها على الشارع اللي احنا موجودين فيها الان تقريبا 9 امتار، يعني من عند العمود الى تقريبا الصبة الصغيرة هذه، هذه الواجهة اللي على الشارع اللي انا واقف فيها. وبعدها الارض على شكل ميلان، ميلانها ايضا جميل جدا، المنطقة المرتفعة هذه اللي انتم شايفينها ميلانها تقريبا من 10 الى 15%، الجهة اللي تحت شوي ميلانها تقريبا توصل الى 20-25%. طبعا الارض هذه نقدر نقول الواجهة مثل ما ذكرتكم 9 امتار، بعدها العمق راح يكون اعرض توصل الى 30 متر، يعني العرض 30 متر بالنسبة للعمق نزولا الى تحت 100 متر تقريبا، فالمساحة الاجمالية فيها 2725 متر. ميزة الارض هذه انه نقدر نبني فيها فيلتين، ارض زراعية سكنية مسموح فيها ببناء فيلتين، طبعا كل فيلة تكون مسطح البنيان فيها تقريبا 125 على طابقين، يعني المساحة الإجمالية فيها 250 متر، ولأنه الأرض مائلة والشارع جاي خلف الأرض فالبلدية بتسمح لنا بدور إضافي، فبالتالي نقدر نبني فيها 3 أدوار، هذه بشكل رسمي. طبعا منطقة ما شاء الله تبارك الله حوالينا في أراضي فيها بنايات تقريبا 5 أدوار وفي بنايات أخرى أيضا 6 أدوار، لكن الحد المسموح دورين إضافة لنسبة الميلان دور واحد يصير 3 أدوار. نبعد عن ساحل البحر تقريبا 4 كيلو، احنا في منطقة مرتفعة اسمها المنطقة سوتلو، هذه طبعا من أفضل الأحياء اللي موجودة في منطقة أكشابات. هذه الأرض فرصة جميلة صراحة لأنه الشارع جاي خلفها، دائما الأراضي اللي الشارع تكون فيها خلفها البلدية تمنحهم دور إضافي.
هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. وفي نهاية الفيديو نحب نشكركم على حسن المتابعة، ونتمنى أن العروض نالت على إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس اللي موجود أسفل الفيديو حتى يوصلكم كل جديد. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله.